السلام عليكم، مرحبا بكم عند كارلينك. كما جرت العادة نقول لكم الأسعار تاع هذه السمانة. عندنا لا غولف هذه 8 لتر 110 شيفو، فيها ستارت اند ستوب، ليمير دومبيونس، 4 بورت، ماشية 85 ألف كيلومتر 2021، السعر تاعها 470 مليون. عندنا تاني لا غولف 118 اي هذه 2023، ماشية 3600 كيلومتر، بوات اوتوماتيك، سياج شوفون، كارت غريس صافية. سيارة جميلة، عندك كوكبيت ديجيتال. السيارة هذه راهي ب 670 مليون. هاليك شحال ماشية؟ ماشية 3679. السيارة من الخلف. عندنا تاني بالنسبة لي اس يو في، عندنا هذا 3008 2022، ماشي 10000 كيلومتر، لا فينيسيون الور 2 لتر 150 ديزل اتش دي. شنو هذا؟ سو ليسانس مجاهد. هاو الانتيريور تاعو، بوت اوتوماتيك بيان سور. سياره شابه تاني عائليه. عندنا تاني هذا الاكس 1 اكس درايف، هذا لا 220 شيفو ابريد ريشارجر بيان سور، فيه طوا بانوراميك كوفران، فيه اوسي البارك اسيست، سياج كوير، لوميير دومبيونس، لا مان الكتريك، لي فار ماتريكس، لا سونو ارمان كاردون، يعني مجمول من كل شيء. هذا راهو 790 مليون. كملو تاني في لي اس يو في، عندنا اتيكا دي 2023 ان 5 تي سي 150 في لا كولور دارك كاموفلاج، ماشي 26000. تانية لي بيان اوبسيوني، عندك البارك اسيست، ليمير دومبيونس، لا مال الكتريك بيان سور، لي فار ماتريكس، فيها تاني لا كاميرا 360، عندك لي سياج الكانتارا والكوير على لي كوتي. أقول لك هذه شباب بزاف، وكاين في البلون تاني اللي انتريسي. السعر تاعها 735. مرحبا بكم كامل. دائما مع لي بي ام دبليو 218 اي، هذه اللي متواجده في المانيا ان شاء الله، وتهبط ان شاء الله لو 7 اوت. هذه لا 218 اي ماشي 53000 كيلومتر 2022، لا كولور نوار، فيها الكونتور بالكرومي. سياره شابه، فيها ان 5 توين باور توربو اللي ديفلوبي اكثر من 100 كيلو واط، يعني تقريبا 140 حصان، بعزم تاع 220 نيوتن متر. السياره هذه الميزان تاعها 1 طن 350 على طول تاع 4.52 متر. لا بوت اوتوماتيك تاعها ستيب ترونيك 8 لي رابور، عندك لي جونت R19، لي سياج كوير، لا كودوار اون كوير، لي بورت كيف كيف ابيون كوير. هاي السيارة من الخلف، عندها تاني لامال تاعها واسعة ما شاء الله. عندها تان طوا اوفرا بانوراميك بيان سور. الانتيريور كما قلنا نقاو لا لوميير دومبيونس افون اريير، و طابلو دبور تاني كيف كيف نفس الشيء. عندك كوكبيت ديجيتال، الكليماتيزاسيون ديجيتال بيزون، طابلات كبيرة فيها كار بلاي سون فيل، عندك شارجر سون فيل، عندك طوا بانوراميك بيان سور اوفران، لاين اسيست، ديتيكتور دوبستاك، ديتيكتور دو بلوي، كابتور دو لوميير، طوا اوفران كما قلنا، رادار 360، لا كاميرا، البارك اسيست تاني. البارك اسيست يعني تقاري وحدها كما نقولوا احنا. اللي راهو مهتم بهاد السيارة يتصل بينا، كارلي كرويبا، مرحبا بكم. اليوم عندنا هاد لا 118 اي 2023، ماشية 19000. كما نشوفو هنا لي فارماتريكس دوبل لوب، لا كالندر تاع لا 135 اي. سيارة مجمولة، فيها لي ريتروفيزور رباطابل، سياج كوير، شوفون، طوا اوفران، بانوراميك بيان سور. عندك لاين اسيست، بوت اوتوماتيك، ستيب ترونيك، لو شارجر سون فيل، عندك لاندرويد اوتو كار بلاي، تو سكيل فو، لوميير دومبيونس افون اريير. هاي لي كمارير تاعها، عندك لي فولاد بيان سور، عندك بيان سور تاني لا مال الكتريك. السيارة هادي متواجدة عندنا في كارلين كرويبا، لي راهو انتريسي مرحبا بيه. السعر تاعها راهو 745. مرحبا بكم كامل.
بالنسبة للعائلات اللي يحبوا سيارة كبيرة تاع 7 أماكن وعندهم ان بيجي يعني مويا، جبنا لكم هذا الكابتيفا اللي ماشي 82000 عني 2017. سيارة كما قلنا 7 أماكن، علبة أوتوماتيكية ليجونت 18 بوس. كما رانا نشوفوا السيارة في حالة جيدة، نشوفوا تاني من الداخل كما قلنا بوات أوتوماتيك، لي سياج كوير، عندك لا تابلات، عندك 3 بلاص ملاريير و 2 بلاص ملاريير كامل. بالنسبة للسعر راهي 395. شكرا. دائما مع لي سيري دو كيما شفنا الخطره اللي فاتت، سيري دو اون كولور نوار، عندنا هذه لا سيري دو باك لوكسوري اون كولور بلانش في 19 بوس، عندك لا كالوندر كرومي لي زالونتور والكونتور تاع لي فيتر اون نوار. السياره هذه لا فول اوبسيون كيما رانا نشوفو. السياره دي باذن الله تكون في الجزائر يوم 7 أوت إن شاء الله. سيارة تجيب 1.5 توين باور تيربو إسانس ديفلوبي 100 كيلووات، يعني تقريبا 140 حصان. الانتيريور هوليك شباب لدخل، 3 بانوراميك، لي سياج شوفون، عندك لي سياج إلكتريك، سياج ميموريزابل، عندك لي كلياج دومبيونس، يعني لي طري بيان اوبسيوني. بالنسبة للسعر راح نتعرف عليها في الأيام المقبلة إن شاء الله. مرحبا بكم كامل.